سنة من تاريخ التحقق لدى صاحب العمل الأخير. يا سلام. رقم ثلاثة أن يكون لي عرض وظيفي موجود على منصة اسمها منصة كوبي. أها. تمام. ممتاز. رقم أربعة، لازم يختار صاحب العمل أنه هيقدر ينتقل لصاحب عمل آخر أو لوظيفة أخرى، ولكن يلتزم بمدة الإشعار وهي 90 يوم قبل انتقال. ممتاز. يعني هي أربع شروط باختصار. تمام. صححت لي أنت أخوي أسامة تقول خمسة شروط، وش الشرط الخامس؟ الشرط الخامس أن يكون للعامل عقد عمل موثق. ممتاز. بالضبط. وإذا ما كان له عقد عمل موثق؟ الدولة بتسمح لصاحب العمل أنه خلال 3 شهور أنه هو يعمل عقد العمل الموثق للعامل، وإلا سيتم نقل العامل لأي عمل آخر دون أي اشتراطات أو أي شيء. يعني فترة تصحيح. بالضبط. طيب، مبادرة أخوي أسامة باختصار شديد، مبادرة الخروج والعودة ومبادرة الخروج النهائي. مبادرات جميلة جدا. هي ببساطة الخروج والعودة، والخروج النهائي هي مبادرة آلية تسمح للعامل طلب خروج وعودة أو خروج نهائي آليا عن طريق منصة أبشر دون أي موافقة أو اشتراك موافقة للكفيل أو صاحب العمل. هل في شروط أو فيه التزامات لابد تكون؟ صحيح. الشروط الأساسية طال عمرك أن يكون العامل خاضع لنظام العمل. نفس الشروط حقت الانتقال؟ بالضبط. صحيح. فقط ولكن في الخروج العودة والخروج النهائي طبعا لازم يكون معلهوش أي مخالفات بالنسبة للخروج النهائي أو رسوم حكومية. لازم يدفع رسوم الخدمة. تمام. دي بالإضافة على التنقل الوظيفي، أما باقي الشروط هي بالضبط. شكرا لك مستشار أسامة العنتبلي. صراحة والله أنك في الختام في شيء